استاذ احمد، ليه الاعلام المصري ما غطاش الحريق؟ لم تاتي له الاوامر بعد من جهاز سامسونج حتى يتابع او لا. شيء طبيعي، جهاز الريموت حقيقة الكنترول في ايد حضرة الضابط يعني او اللي بيبعت الرسائل. تخيل سعادتك يبقى حريق بهذا الشكل الفادح والفاضح، فكل الوسائل الاعلام الاجنبيه تنقله، انما اعلامنا منتظر الامر. ها ننقل ولا لا؟ طب نقول حضرتك المصابين دلوقتي نقول قد ايه؟ 5 ولا 15 ولا 20 ولا 40؟ طب نقول الضحايا قد ايه؟ نقول 30 ولا 41 ولا 60 زي ما قال بعض شهود الضحايا؟ لازم منتظر ياخد الاعلام. ما هو سعادتك الاعلام ليس حر. قتلوا الاعلام لان الاعلام لغه صدق. ولكن اعلام يكذب ثم يكذب ثم يتحرى الكذب ليكذب 9 سنوات من الكذب فاصبح منعدم المصداقيه. شوف سعادتك ماذا قال المصريون في هذا الاعلام. منذر بشاري بيقول يكرر الاعلام المصري ويشدد في تغطيته لحريق الكنيسه بان الرئيس مهتم بالحريق ويتابعه. الخبر الاهم لهذا الاعلام المتردي ليس كارثه الحريق والضحايا، بل متابعه الرئيس الكريمه له. وكان اهتمام الرئيس بكارثه في بلاده ليس واجبا بديهيا من صلب مسؤولياته ولا تقدر مجرد الاشاره اليه، وانما بادره كرم شخصيه طيبه منه ويستحق عليها من الشعب العرفاني والامتنان. لو يحدث هذا في بلاد الشعوب الحره لاثار اشمئزازهم ولطردوا الرئيس قبل الاعلاميين. اما نحن فنعبد رؤساؤنا من سراق ومجرمين وتافهين وكرامتنا وحياتنا ترخص دونهم. احسنت يا منذر. الناشط السياسي شريف الروبي يقول ما حادث حريق الكنيسه اعلان وفاه ما يسمى الاعلام المصري. والله يا استاذ شريف هناك هذا الاعلان قرأناه تباعا ومرارا وتكرارا منذ سنوات. ياسمين عادل بتقول 41 ضحية في كنيسة المنيرة منهم 18 طفل، مفيش لكلام العزاء معنى. الشهود بيقولوا ان الاهالي هم اللي بدروا لإطفاء الحريق بجهودهم الذاتية، لان الحماية المدنية وصلت بعد اكتر من 2.5 ساعات. وكالعادة فشل اعلامي مصري في تغطية الحادثة. فين اعلام الدولة؟ فين التصوير التلفزيوني والفيديوهات؟ طبعا بعد ما جهزت الدولة سيطرت على الإعلام كله بقى شغلهم الشاغل النفاق والتطبيل بس. ملخص التغطية الرسمية بتاعتنا عبارة عن بوست الرئيس وبيان رئيس الوزراء وبيان الصحة وشوية صور ثابتة ومقطع ولا اتنين فيديو ثابتين، والمذيع بتكرر نفس الكلام. إنما القنوات الغير مصرية واخدين صور من تصوير الناس وقت وقوع الحريق وتصوير اتش دي كمان، وخبراء ومصادر بتتكلم بدقه، وفيديو من داخل الحريق والمستشفيات. وبعدين لما الناس تتكلم شويه تقول السوشيال ميديا بتحاربنا. حقيقه الاستاذ محمد شرشر ايضا قال عزاؤنا للكنيسه المصريه في المصاب الجلل، وقد فتحت القناه الاولى المصريه فوجدت فيلم النصاب لفريد شوقي واخرين. هل تعلم وزاره الاعلام المصريه لماذا نلجأ إلى القنوات الأخرى لنعرف أخبار مصر؟ أرجو ألا يفقد الإعلام المصري مصداقيته وأن يكون مرجعا صادقا وسريعا مع أبناء الوطن. أكرر عزائي. خلاص يا أستاذ شرشر، هذا الإعلان بوفاة الإعلام المصري منذ زمن طويل، من 2018 حين انحاز إلى الحاكم، حين انحاز إلى الانقلاب العسكري، حين انحاز إلى السلطة وترك الشعب، فصار صوت الحاكم ليس صوت المحكوم.